كاين قوائم وصلنا فيهم ل 85% جامعيين. وصلنا فيهم 85% جامعيين. وأما فكرة فكرة 70% و 78% هذا يعني أمر يعني تقريبا طبيعي، كي تلقى وحدة فيها غير 50% جامعيين عاد تظهر لنا، فهمت؟ كنا في زمن قريب جدا كي نلقاو الثلث جامعيين، وجامعيين جامعيين يعني يحب يقول الدكتوراه ولا البوست جراديواسيون وكذا. هنا درك ولا اللي عنده ليسونس برك يسمى عاد مواطن عادي في القوائم هذه. الحمد لله، ننتظر إذن، ننتظر إن شاء الله هذا المستوى نتاع المترشحين ينعكس بما ننتظره، مما يعني نترجاه من البرلمان الجديد.